السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. مع هذا اليوم مع مسابقة الأوقاف الرمضانية الأولى في اليوم 11 من رمضان. السؤال يقول: وردت كلمة الساهرة في القرآن الكريم، وردت كلمة الساهرة في القرآن الكريم. السؤال: في أي سورة وردت وما هو رقم الآية؟ 2. ما هي الساهرة؟ أكرر السؤال: في أي سورة وردت وما هي رقم الآية؟ 2. ما هي الساهرة؟ شكرا لكم، وأتمنى لكم فطورا شهيا وعملا مقبولا وذنبا مغفورا إن شاء الله. ونفيدكم علما بأن الإجابات إن شاء الله تسلم في نهاية الشهر إلى أوقاف طول كرم. بارك الله فيكم جميعاً.